السلام عليكم. 75 عاماً مرت على تأسيسه، على تثبيت دعائمه في عالمنا. رأى الكثيرون فيها حلف شمال الأطلسي حلفاً له النجاح حليف، أضحى القوي الذي ترجى مساندته، الحصن الحصين الذي يؤمل الاحتماء بمظلته. لكن لا أحد على الإطلاق ينكر أن هذه الذكرى في أحضان الديار الأمريكية جعلت الضيف يرتعد من المضيف، يتوجس خيفة مما تحمله الأيام المقبلة. ما المصير إذا سكن بيت أمريكا الأبيض رجل يهددهم، يتوعدهم بالخروج من هذا الحلف الذي جمعهم، بل وبتشجيع روسيا ألد أعدائهم ضدهم؟ إن بخلوا في الإنفاق الدفاعي، إن عجزوا عن الارتقاء بالميزانيات العسكرية، هو احتفال باليوبيل الماسي لحلف شمال الأطلسي؟ نعم، الابتسامات والتحيات والقهقهات ظهرت أمام الكاميرات؟ نعم، خطب رنانة بليغة خرجت لبث الطمأنينة أيضاً؟ نعم، لكنها ابتسامات وتحيات وخطب رآها الكثيرون مصطنعة، حاولت جاهدة إخفاء كابوس يقترب من التحقق، وحينها قد يتباكون على سنوات قضوها في ذاك الحلف، وكأنهم زرعوا في غير أرضهم، ربوا من ليس من صلبهم، ولسان حالهم حينها ينطق بما نظم الأقدمون: لا خير في خل يهدد خله ويرميه من بعد المودة بالجفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، تقوى بنفسك ودعه، لا تكثر عليه تأسفا.